هذا الجدال بطعم خبز، بطعم عالم خبز. اذا بطعم العالم خبز نحن معه، اذا بيعمروا العالم بيوتها اللي انهدت نحن معه، اما غير هيك نحن ما لنا معه. انا بدي اسال سؤال، انا هي مين هي التفاوض؟ مين هي التفاوض؟ والله اول مره بسمع فيها. ليكون نصر الحريري اللي بعد درعه اجى. اذا من بصير هي التفاوض يكون اول وحده لا تقبل الملاءات الخارجيه. طيب انا بدي اسال سؤال، من اختار هي التفاوض؟ فان ارادوا انصاف انفسهم ان يقفوا ويعلنوا بانه ليس بالامكان افضل من مكان ويتركوا الشان لاهله. نحن لم نقصد اسقاط الهيئه ولا نقصد اسقاط مؤسسات الثوره، ولكن القصد من هذا الامر هو اسقاط اشخاص. هلا نحن هيئه تفاوضيه يكون هم الحقيقي نابع من قلبه الشعب السوري، وكل انسان بيعتبر انه قد يقدمه للثوره او للمجتمع شيء في عنده معناته مشكله في معتقداته الثوريه والدينيه والوطنيه وكل شيء. بيجلسوا في المجالس وعلى حكي وسوالف وعملنا وحطينا وشلنا، بس اني بالفعل اني ما فيد الشعب السوري في شيء. هي التفاوض فرضت علينا، هي ليست من رحم الثوره. لما يكون هذا الشخص في المكان الذي يكون فيه واجب يكون فيه، انا ضميري ارتاح له، انا ادعي له في صلاتي، ادعي له في اذكاري. فكيف يقبل الشعب السوري مثلا عوده مشترك بالفيلق الخامس ويكون ضمن الهيئه يفاوض عن الشعب السوري وقاعد مع الروس وبيحكي مع الروس وبيحكوا باسم الشعب السوري؟ وانه مطلبنا الاول هو اطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام، وهذا هو اول اساس لازم نتفاوض عليه. ما تبقى هو كله ضحك على اللحى من قبل النظام وماطره، والنظام مجرم. اذا في حسن نيه فعلا وفي حل سياسي لاحقا لازم يبدا باطلاق سراح المعتقلين. لا ندعي إلى إسقاط الهيئة، ندعي إلى إسقاط المنظومة التي ضمن هذه الهيئة.